كيف حالك؟ مش اخباركم؟ تشيز كيك كلنا واغلبنا نحب تشيز كيك، ولكن بنسويه بطريقه جميله غريبه بسيطه تقدر الحين تطبقها معي. الحين تقدر تسويها معها اللي هو البيري ومعها كوكيز. شايفين؟ فا تشيز كيك وبيرز وكوكيز، تحس ان الطعم غريب مره. فبنجرب ونبدا مع بعض ونشوف كيف بيطلع. نبدا ناخذ على طول كوت الكيس وعلى طول نكسر. احتاج افرم الفرن مره. خلاص كذا جاهز على طول. بعد الفرن الطحن تقريبا هذه القاعدة عندي، بنزل الزبدة. طبعا ذوبت الزبدة نزلها على طول على القاعدة. بحرك يدين كذا وفك في شيء ثاني بعد مهم مرة اللي هو العسل، بس ما تكثر شوي، يعني ملعقة شوي بس كثير. بعدها تبدأ تحرك نفس الشيء نفس الطريقة كذا. الحين القاعدة حق تشيز كيك جاهزة عندي، عندي الطبقة هذه اللي هي الكريمة نزلها كذا وابدأ أخفق. خلاص خلصنا الكريمة، ننزل عندي تشيز كذا ونزل مع السكر باودر، نزل شوي من النفس بعدين نسوي المكس. خلاص التشيز جاهز عندي والكريمه نفس الوقت، نزل عليها كذا حبه حبه. نبدا نحرك مع بعض. نزل عندي القاعده تحت الطريقه هذه كذا على طول. اللي بحتاجه طبعا اللي هو الكوكيز هذا لو برونتو. ليش بحتاج هذا الكوكيز؟ عشان السوفت، شايفين لين، اباخذه وعلى طول ابدا اقصه بالطريقه هذه. يعني كوكيز طالع سوفت معي مره لين جميل صراحه بالشوكليت، والشوكولات حق بلجيكي. فهذا هذا الشيء اللي انا ابغاه صراحه، شايفين؟ وهذه المقاسات اللي نحتاجها. انزل عندي الخلطه سويناها مع بعض كذا، بعدها بالملعقه شايفين؟ بعد كذا ننزل حبات الكوكيز بشكل عشوائي طبعا. طالع صدق تشهي الطريقة هذه. خلاص كذا بالنهاية نسكر ونغطي الكوكيز لحظة. خلاص بالنهاية نبدأ نحط توبينج كذا. وبعدها الفريزر. نقول بسم الله ونقص التشيز كيك معكم عشان تشوفون الطبقات اللي جوا كيف طالعة. شايفين؟ ما عندنا شيلها كلها كبيرة، لكن شوفوا كيف طالعة الطبقات.
لفيتها شوي عشان اوضح لكم اكثر. تشوفون طبقاتها، شوف كيف، شايفين؟ تو القصة اللي تو ما وضحت طبقاتها، عشان كذا قلت القصة ثانية.